الطرقات المؤدية إلى إفران تشهد ازدحاما كبيرا، فرغم برودة الطقس وانقطاع الطريق جزئيا في بعض المناطق، إلا أن العديد من الأسر فضلت قضاء عطلة نهاية الأسبوع بهذه المنطقة. المدينة تعد وجهة سياحية مفضلة للعديد من العائلات المغربية، حيث تغري إفران الوافدين عليها بالتساقطات الثلجية. جايين من هرهورة من تمارة، جينا لإفران، شنا هاد الثلج وعجبنا الحال، ورغم شوية الطريق صعيبة وغامرنا، ولينا الوليدات كلهم بغاو يلعبوا في الثلج وهذا، والحمد لله. اش نقول لك؟ الله يحفظ بلادنا. من مدينة تمارة جينا تنزوروا مدينة إفران، لأن شفنا هاد الطبيعة الخلابة وعجباتنا بزاف. وأنا شخصيا كنت كنظن بأن هاد الثلج وهاد المناظر الجميلة كاينة في سويسرا، كاينة في الدول الأوروبية. جينا رغم هاد الأحوال ديال الطقس ورغم التحذيرات، أصرينا باش نجيو نشوفوا إفران في هاد الحلة هادي اللي في الحقيقة عمرنا ما حضرنا عليها، بهاد الجو البارد وهاد لومبيونس اللي كاين. جينا من العرايش، جينا من إفران، كي شفنا التش والقرودة الصباح وعجبناش. التساقطات الثلجية الأخيرة خلقت رواجا تجاريا وسياحيا هاما، ومن شأنها إنعاش الاقتصاد المحلي بفضل استقطاب المدينة لعدد من الزوار المغاربة والأجانب، استقطاب يعزى أيضا لتوفر المدينة على بنيات تحتية تستجيب لمتطلبات الزوار كالفنادق المصنفة والإقامات الفندقية ودور الضيافة. السياحة في مدينة إفران هي مرتبطة كثيرا بالتساقطات الثلجية، والناس الزوار اللي كيجيو دونك هما مغاربة وأجانب، وكاين الإقبال بزاف هاد الفترة الزمنية، دونك تيكون تساقطات ثلجية ومن تيكون البرد دونك الناس يجيو كثر. التساقطات الثلجية بمدينة إفران تعد نقطة جذب للعديد من المغاربة من مختلف المدن. كثافة هذه التساقطات دفعت السلطات إلى استخدام حواجز الثلج على مشارف جبل مشليفن تفاديا للحوادث.